السلام عليكم، نكمل معكم الفلاش الزوجي ونتحدث عن ثلاث عيوب في الرجال تراها النساء. العيب الأول البرود، العيب الثاني الغموض، العيب الثالث المسافات. خلنا نشرحه واحد واحد. ما معنى البرود؟ المرأة ترى أحيانا وهي تتكلم وهي تقدم وهي تعطي للرجل، الرجل لا يتفاعل معها، فهي تصف الرجل بالبرود. العيب الثاني وهو الغموض، لأنه يتصرف تصرفات أو يطلع طلعات هي ما تعرف وين، وحتى لما تسأله أسئلة يجاوب إجابات مختصرة، فإجابات المختصرة هي تفسرها غموض، لأن هي متعودة لما تسأل امرأة المرأة تفصل، بينما لما هي تسأل الرجل، الرجل مختصرات وليس مطولات، طبيعة حديثة، فتتهمه أو تصفه بالغموض. أما العيب الثالث اللي هي تشوفه المسافات. ما هي المسافات؟ الرجل دائما لما يتعامل مع المرأة إذا كانت زوجته يترك مسافة بينه وبينها احتياط، وأحيانا تسأل سؤال فيخاف يجاوب، فهي تفكر بطريقة مختلفة، فأحيانا ما يجاوب، أو يجاوب إجابات يعني مختصرة، أو يجاوب إجابات موهومة، فهي ترى هذا مسافة، لأن هي جدا صريحة معه، هي عندها شفافية عالية. ليش هي صريحة وعندها شفافية؟ لأنه فهمها سريع، بينما هي تحلل كثير، والتحليل الكثير قد يتعبه، ولذلك هو يعاملها بهذه الطريقة. فإذا البرود اللي عند الرجل ليس برود، وإنما قد المواضيع اللي تتناولها المرأة لا تعجب الرجل أو ليست من اهتمامه، فلا يتفاعل كثيرا فتعتقد أنه بارد. أما الغموض فهو ليس غموض، وإنما هو يعتقد أنه فسر أكثر سيفهم خطأ، وبالتالي يعني يلتزم بالتفسير القليل. وأما المسافات فهو من باب الاحتياط، يكون في مسافة حتى لا يتهم بأي شيء آخر.